ممر أيوب الصديق. كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل عبدا مخلصا لله مملوءا بالإيمان، بارا تقيا صالحا صديقا محبا لله بعيدا عن الأعمال الرديئة، مصليا صائما كاملا مملوءا رحمة وشفقة على سائر الخليقة. كان أيوب غنيا جدا بالأموال والمقتنيات، فكان له 7000 من الغنم و 3000 جمل و 500 فدان بقر و 500 أتان، وكان له عبيد وخدام كثيرون. فكان أعظم بني المشرق غنى وكرم. كانت له زوجة صالحة تسمى رحمة ابنة يوسف، حسنة الوجه طاهرة النفس والجسد مثل زوجها الطاهر أيوب. وأنجبت له 7 بنين وثلاث بنات، كانوا حسانا جدا ومحبوبين من والديهم ومحبين جدا بعضهم لبعض. كان أيوب يجمع الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ليأكلوا من طعامه على مائدته. فكان للأيتام كالأب الرحيم، وللأرامل كالزوج الكريم، ولسائر المساكين المعين العظيم. كان يقول لمن يأكل على مائدته: كلوا واشربوا يا إخوتي مما رزقكم الله واشكروه. كما كان يكسر العريان ويسدد ديون المديونين ويسأل المتضايقين ويواسي المحزونين والمتألمين. كان هذا الصديق ساهرا على نفسه يذكرها دائما بالديونة الآتية حساب يوم القيامة العظيم، وكان يعد ويعلم من يأتي إليه ويذكره بعذاب خطاب النار الحامية في الجحيم، وما يصل إليه الأبرار من النعيم المقيم، ويجعل الناس يذهبون في أمور هذه الدنيا الفانية لكونها مائلة إلى الدوام. أما الشيطان عدو كل بر، فلما رأى أيوب وما فيه من نعمة وما يفعله من الصدقات والحسنات مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، وعجب أن يضغيه أو يميله عن محبة الله والناس، أو يزرع في قلبه غشا أو مكرا أو بغضا أو حسدا أو شيئا مما يغضب الله، غضب إبليس جدا وظل يتحين الفرصة للإقاع به. ذات يوم جاءت الملائكة لينفروا أمام الله، وجاء الشيطان في وسطهم. فقال له الله: من أين جئت أيها الشيطان؟ قال الشيطان: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. قال الله: هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر؟ أجاب الشيطان: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس لأنك سيدت حوله وحول بيته وكل ماله وباركت أعمال يديه؟ ولكن أسألك أن تسلطني على كل ما له فأبدله، إنه ينسى اسمك ويعصاك ويجدفه في وجهك. قال الله: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. هبط إبليس فرحا وجمع كل جنوده وقال له: جمعتكم اليوم لتعينوني على أيوب لئلا يغلبنا. قال جنوده: منا يا سيدنا بما تريد ونحن نعمله بأقصى سرعة. قال إبليس: اذهبوا الآن إلى أغنام أيوب ورعاتها واحرقوهم بالنار، وأنا أذهب إليه وقت صلاته وأخبره بذلك. ذهب الشياطين المرضى إلى الأغنام ورعاتها ونفخوا عليهم نارا مشتعلة أحرقت سائر الأغنام والرعاة، ثم تمثل إبليس برئيس الرعاة وأتى إلى أيوب فوجده قائلا:
تصلي؟ فقال له: يا سيدي أيوب، أنت قائم تصلي؟ وقد أرسل الله نارا وأحرقت سائر أغنامك مع رعاتها، وأنا جاوبت أنا وحدي فجئت لأخبرك. فلم يلتفت أيوب إلى كلامه حتى فرغ من صلاته، وسجد لله، ثم رفع عينيه إلى السماء وقال: أشكرك يا رب لأنك وهبتني هذه الأغنام ثم أخذتها مني، أسألك أن تجعلها عندك كقربان ذكي خالص. هلاك البقر والغنم والحمير. خرج إبليس من عند أيوب خائلا، ونادى جنوده وأمرهم أن يبيدوا البقر والجمال والحمير التي يملكها أيوب مع رعاتها. ففعل الشيطان ذلك، وذهب إبليس لأيوب في زي راع فوجده يصلي، وقال له: اعلم يا سيد إن جيشا عظيما أقبل وأحرق كل بقائك وجمالك وحميرك. فلم يلتفت إليه أيوب، ولما فرغ من صلاته سجد لله وقال: أشكرك يا رب على كل حال، أنت أعطيت وأنت أخذت، فليكن اسمك ممجدا. فخرج إبليس مخديا. حرق العبيد. نادى إبليس جنوده وقال لهم: اهلكوا عبيد أيوب وإنانه، ولا تبقي منهم أحدا. ففعلوا كما أمرهم سيدهم، وذهب هو إلى أيوب وأخبره: إن نارا نزلت من السماء وأحرقت كل عبيده وإنانه. فشكر أيوب الرب وطلب منه المعونة، فخرج إبليس حميما. هلاك أولاد أيوب. اشتد حمل الشيطان على أيوب، فجمع جنوده وأمرهم أن يذهبوا بسرعة إلى أولاد أيوب وبناته المجتمعين في بيت أخيه الأكبر، يعيدون عندهم ويهدموا عليهم البيت. ففعلوا كما أمرهم سيدهم. ففرح إبليس وذهب إلى أيوب وقال له: إن ريحا عاصفة هبت على البيت وهدمته على أولادك وبناتك، فماتوا أجمعين. فلم يتزعزع أيوب وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. فحزن الشيطان اللعين وخرج مخديا، لأنه لم يستطع أن يدعبع إيمان أيوب رغم كل هذه التجارب والأحزان التي جلبها عليه. الشيطان وذوقة أيوب. فكر الشيطان أن يسقط أيوب عن طريق ذوقته رحمة، كما أسقط آدم عن طريق ذوقته حواء. فجاء الشيطان إلى رحمة وذكرها بالغنى الذي ضاع وبالأولاد الذين ماتوا، فحزنت جدا. ولوقتها جاءت إلى أيوب وقالت له: لماذا أنت ممسك بعد لكمالك؟ وماذا ترك بعد فقد المال والأولاد؟ فحزن أيوب عندما أحس أن الشيطان هو الذي وسوس لها وأثر عليها. فقال لها: لماذا تتكلمين كلاما كأخت الجاهلات؟ هل الخير من عند الله مقبل والشر لا مقبل؟ يا رحمة، لا تتذكري شيئا من أمور هذه الدنيا، فإنها فانية، أما الآخرة فهي الباقية. فتعزت رحمة وهدأت. ولما رأى الشيطان أن فخه قد انكسر ولى هاربا خائبا. الشيطان يشتكي. طار الشيطان إلى السماء فقال للرب: هل رأيت صبر وتقوى عبد أيوب؟ وكيف يحتمل ويشكر بعد أن أهلكت أنت كل ما له وعبيده حتى أولاده الأعداء؟ فقال الشيطان: إن أيوب يعرف أنك تمتحنه وستضاعف له كل ما خسره، ولكن سلطني على جسده فإنه في وجهك يجدف.
النفخ في جسده كله كالنار، فتغير اسمه واحمر كالدم، ثم ظهر فيه نطق كالجدر وظلت تكبر وتتطيع وصار لحمه يتساقط، وفي ظرف 10 أيام أصبح كالخيال وتناص الجود من جسده. تعزياته لزوجته. لما رأت رحمة زوجها في هذه الحالة تعيسا حزنا وبكت بكاء مرا، وكان أيوب يعديها قائلا: لا تبكي فقد افتقدني الرب بالنعمة، ولا تحزني لأن لي في اهتمام هذا المرض أجر عظيم عند الله. فلما سمعت رحمة كلام أيوب ورأت احتماله تعزت ومسحت دموعها وحملت زوجها المبتلى وخرجت به خارج المدينة وجعلت تحته رمادا كما قال لها. ولما رأت صبره وشكره حصل عندها هي أيضا شيء من الصبر وشكرت الله. أيوب لا يجد فتاة الخبز. نظرت رحمة إلى أيوب فعرفت أنه جوعان وصابر على جوعه وبلواه، ونظر هو إلى زوجته رحمة وليس معها شيء يطلبه منها، فقال لها: يا رحمة قومي وادخلي هذه البلدة واطلبي منهم أن يعطيك شيئا نقتات به. فقامت لتدخل البلدة بعد أن تركت أيوب خارجها، وفي الطريق قابلها الشيطان في هيئة طبيب ووصف لها الطريق الدواء لشفاء أيوب، فرجعت فرحة وأخبرت زوجها، ولكن أيوب عرف أنها حيلة شيطانية فلم يقبلها وظل جائعا بغير طعام. لما رأى الشيطان صبر أيوب يعظم وشكره لربه يزداد حزن جدا، وجمع شياطينه واستشارهم في الأمر، فقال له: امضي إلى أصحاب أيوب لتخدعهم ليمضوهم ويخدعوهم. معزون مدعبون كلكم. طرأ الشيطان لأصحاب أيوب وقال لهم: أم علمتم ما أصاب صديقكم أيوب من بلاء؟ وقد افتقر وجاع وأشرف على الموت، وهو يقيم الآن على قارعة الطريق يتسول، وقد ذاب جسمه وسال منه الصديق واعتراه الدود. قوم وخذوا له طعاما وشرابا وذروه، وعلموه أن يأكل ويشرب منها دون أن يسكت اسم الله، وانصحوه ألا يتصدى لمحاربة الشيطان لأن لا قدرة له على حربه. ادعوه لينزل قليلا عن شكره للرب لعل إبليس يقلل من حربه معه فيبرأ من بلوه. قام أصحاب أيوب بسرعة، ألفاز الدماني وبدل الشوحي وصوفر النعماني، ومعهم شاب آخر يدعى إلياهو ابن مخرئيل البوزي، وحملوا معهم أطيب الأطعمة والأشربة. فلما وصلوا وجدوا أيوب في أسوأ حال، جالسا على تل رماد وعليه قطعة مسح شعر. ونظر رحمة زوجته تلبث ثوبا قديما رهبا وهي تطلب صدقة من السائرين في الطريق، فبكى أصحاب أيوب لأنهم رأوا أن كآبته عظيمة جدا. ثم بدأوا يتحدثون معه ويذكرونه بغناه وأولاده ومجده وما وصلوا إليه من أسوأ الأحوال، ولم يسكوا كلامهم من اللوم والتوبيخ. فتضايق أيوب من كلامهم وقال لهم: معدون مطعمون كلكم، احملوا طعامكم وشرابكم وانصرفوا لأنني لن أذوق منه شيئا بعد أن عرفت أن الشيطان هو الذي خدعكم لتقولوا هذا الكلام.
به، فانكسر فخ الشيطان ونجا أيوب النار. الشيطان لا يكف عن الحرب. لما رأى الشيطان صبر أيوب واحتمال زوجته رحمة على الفقر والمذلة، وأنها كانت تدخل المدينة وتتصدق منها قليلا من الخبز لها ولزوجها، ورأى أن الناس يشفقون عليها ويعطونها ما تريد غالبا، ودخل إلى المدينة في شكل شيخ مقهور وغزا كل الناس. لا تسمحوا للرحمة التي تأتي إليكم أن تدخل بيوتكم، لأن تعديكم وتسبب لكم ولأولادكم الأمراض والقروح، فهي كل يوم تمسح صديق أيوب بيديها ثم تأتي إليكم تطردوها ولا تعطوها صدقة. فصدق الناس كلامه، وعندما أتت طردوها ولم يعطوها شيئا، فرجعت إلى أيوب باكية وقصت عليه ما حدث. فرفع أيوب عينيه نحو السماء وصلى وشكر الله وعد زوجته رحمة عما أصابها من إهانة، وأمرها أن تحمله إلى قرب بلدة أخرى لعلها يجد نعمة في عيون أهلها. وفاء رحمة. حملت رحمة زوجها أيوب المبتلى، وكان الصديق ينبل عليه من قروحه. ولما كان أيوب يعتذر لها عن صديقه ورائحته الكريهة، كانت تجيبه: الله يعلم يا سيد أيوب، إن رائحتك عندي أطيب من سائر الروائح والعطور الذكية، وإني صابرة معك إلى النهاية، فلا تحزن ولا تحمل همي. فكان يدعو لها بأن يكافئ الله خيرا عوض كل تعامها معه. ولما وصلت إلى إحدى القرى أنبتته خارج القرية، وصلت إلى الله أن يعطيها نعمة في عيون أهل القرية. ثم دخلت القرية وقالت للنساء: أنا مستعدة أن أعمل أي عمل مقابل قليل من الخبز أكله أنا وذوي أيوب المبتلي. ولما سألت النساء عن اسمها وبلدها وقصتها كاملة، حكت لهن كل شيء وهي تبكي. فبكينا معها ورثينا لحالها، وأعطيناها حاجاتها هي وزوجها المريض من الخبز. لما رأى الشيطان ذلك دخل القرية في شكل طبيب، وحضر أهل القرية من رحمة استقبلوها، فستجلب لهم العرض بالجذان أنها كل يوم تنظر قلوب زوجها المبتلي. فصدقوا كلامه وصرخوا في وجهها أن تخرج من قريتهم، ولم يعطوها شيئا، فخرجت وهي حزينة. وفي الطريق قابلها الشيطان في شكل شيخ كبير محنك، وأخذ ينصحها أن تترك زوجها المريض وتتزوج بآخر غني، ويرزقها الله منه الأولاد وتعيش عيشة مستريحة. وأخذ الشيطان المتشبه بالإنسان كتابا وأخذ يقرأ منه: إن أيوب ابتلى بهذا المرض منذ 7 سنين، وباقي له في هذا البلاء 14 سنة لكمال 21 سنة، ونصحها بأن ترميه وتتركه ولا تحن عليها لأنها عملت معه أكثر من اللازم. صدقت رحمة كلام الشيطان المتشبه بالإنسان، فجاءت إلى أيوب وبدأت تصرخ في وجهه قائلا: الويل لنا أيوب، لقد أفقرك الله وأمات أولادك وأبناك بهذا البلاء الصعب، فلماذا لا تشكره وتصلي له؟ لقد أشار علي إنسان حكيم وقال: إن زوجتي أيوب ليس له مقدرة على محاربة إبليس، قولي له أن يترك عبادة الله وشكره لعل إبليس
يصطلح معه ويشفيه من مرضه. أما الصديق أيوب فسمع كل كلام زوجته وهو صامت، ثم قال لها: أيها المرأة المخدوعة، ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ لابد أن الشيطان هو الذي لقى لك هذا الكلام. يا رحمة لا تخافي، الله الذي بيده أرواحنا وبيده الفقر والغنى، الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. اتق الله وخافيه لكي يغفر لك خطاياك، واحذري من النار أن تسمعي لمشورة الشيطان الرديء، بل اخفيه واطرديه بصبرك، واستعيني عليه باسم الله القدوس. فندمت رحمة على ما قالته وقالت: أخطأت إلى الله وقدامك أيها الرجل البار. فشكر أيوب الله وسبحه ومجده وطلب منه المعونة والصبر. أما رحمة فذهبت لتتسول بعض الخبز ليسد به أيوب جوعه الشديد. بشرى الملاك وشفاء أيوب. لما فرغ أيوب من صلاته قبلها الله، وأمر الملاك إبراهيم قائلا: انزل إلى عبد المختار أيوب الصديق وأعطيه السلام، لأنه صبر على التجارب الشديدة، وبشره بالعافية البستانية والخيرات الجميلة، لأنه العبد الصالح الأمين المخلص في عبادته كل حين رغم حروب الشياطين. فنزل رئيس الملائكة إبراهيم من السماء كما أمره الرب، وأتى إلى أيوب الصديق وقال له: السلام لك يا أيوب صفي الله ومختارك، طوباك ثم طوباك. فلما سمع أيوب هذا الكلام قال له: من أنت يا من تكلمني بهذا الكلام؟ ولماذا لم تأنف من رائحته مثل باقي الناس؟ أجابه الملك قائلا: أنا هو إبراهيم الواقف أمام الله، أرسلني إليك لأبشرك بالرحمة والشفاء. اذهب يا أيوب معافى، فإن لك 7 سنين وأنت صابر على هذا البلاء العظيم في رضا وتسليم. قم يا أيوب على رجليك صحيحا معافى. قال أيوب: ليس لي قدرة يا سيدي على الوقوف من شدة ما أنا فيه. فأمسك الملك إبراهيم بيده وأقامه ثابتا معافى. وبقدرة الله أنبع عينا من الأرض، وأخذه بيده وحماه في ماء تلك العين، فصار جسده كله كجسد طفل صغير نضرا وفي كامل الصحة والعافية. رجوع رحمة وحيرتها. لما رجعت رحمة لم تجد زوجها أيوب في مكانه، وظنت أن وحشا افترسته، فحزنت وبكت بكاء شديدا وكانت تقول: يا أسفي عليك يا سيدي أيوب، يا ليتني ما فرقتك اليوم وتركتك للوحوش تفترسك، لقد صرت أرملة بعدك. ويل أنا الحزينة الشقية، إلى من أذهب وإلى من أتجه؟ ليتني لم أرى هذا اليوم يا ذوي العزيز، لقد كنت تعزيتي وتعلمني الصبر والاحتمال والشكر لله على كل حال. أين أجد عظامك يا سيدي أيوب لعلها تتعدى قليلا؟ المفاجأة الكبرى. كان الملاك وأيوب يسمعان كلام رحمة من بعيد وهي لا تراهما، فقال الملاك لأيوب: اذهب وعرف زوجتك بنفسك وانقذها من حزنها. فجاء أيوب إلى رحمة ووجهه يمين
أيوب: يا رحمة ارفعي عينيك وانظري إلي، أنا هو أيوب ثورك، وقد من الله علي برحمته وشفاني من مرضي، فله الشكر على الدوام مدى الليالي والأيام. فرفعت رحمة عينيها وتفرست فيه جيدا، فعرفت أنه زوجها أيوب حقا، ففرحت وقبلته وبكي من شدة الفرح، وهم يمجدان الله ويسبحانه على ما حدث لهما من نعمة الله ورحمته. عودة الغناء: ذهب الرب على كل مكان لأيوب ضعفا، فأصبح عنده 14,000 من الغنم و6,000 من الإبل و1,000 فدان من البقر و1,000 أدان، وأنجب 7 بنين و3 بنات عوض أبنائه الذين ماتوا وهم في السماء أحياء. وازداد أيوب فرحا وطاب عيشه وكثر رفقه، ففتح أبوابه للفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، وكثرت صدقاته وحسناته وصلواته وتشكراته. عاش أيوب بعد شفائه 140 سنة، ورأى بنين وبني بنين إلى 4 أجيال. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أياما، هو وزوجته المخطوطة رحمة، وذهب إلى الراحة والسعادة الأبدية. نتوسل إلى الله أن يعطينا صبرا وافرا وشكرا دائما، لنتشبه بأيوب البار في صبره واحتماله، ونشكر الله في سائر ظروف الحياة، ونسأل الله أن يغفر خطايانا ويقبل صلواتنا وأصوامنا ويعيننا على خلاص نفوسنا بشفاعة سيدتنا كلنا العذراء الطاهرة مرض مريم والصديق العظيم أيوب البار وكافة الأبرار والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين أجمعين، وبصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا بطرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبي